اتفضل. 45 سنة. تاني. أنا دكتور شهير ماجد موريس، 45 سنة، أخصائي جراحة عظام وكسور، وفنان تشكيلي وموزع موسيقي. بعمل أساس من الخشب القديم بتاع المراكب اللي بيترمي على الشط بعد ما المراكب بتقدم وتتكسر. أنا بجمع الخشب ده وبصمم بيه أساس عالي الجودة، له طابع فني من الدرجة الأولى، ومبني بطريقة بحيث ان هو يبقى له شكل جميل لكن له وظيفة واضحة وصريحة، وبيؤدي الوظيفة دي بشكل مظبوط. الموضوع بدأ معايا تلقائيا لان انا كان والدي الله يرحمه دكتور، لكن كان غاوي موضوع الخشب والنجارة وعمل ورشة عندنا في البيت، فانا اتربيت على حب الخشب من وانا صغير، وكنت عايش جنب البحر فكان بيطلع خشب على البحر، كنت بلاقيه شكله بيشدني لانه له الوان واشكال مختلفة، وبيبقى البحر كده مصنفره ومديله شكل وطابع يعني مميز جدا، فكنت بلم الخشب ده واعمل بيه حاجات صغيرة. شوية شوية الموضوع كبر معايا وبقى يعني قعد يزداد تعقيدا، لغاية لما في مرحلة معينة قررت ان انا اعمل ده كزي سايد بيزنس، يعني شغل تاني، ولما لقيت ان هو ممكن يعني يكمل بشكل كويس وممكن ابقى ناجح فيه قررت ان انا اعتزل الجراحة، لان بصراحة كانت الظروف المعيشية بتاعت مهنة الجراحة يعني صعبة شوية، وانا طول عمري بحب الفن واتجهت هذا الاتجاه، والحمد لله ربنا وفقني، وبحاول ان انا اركز ان انا اطلع حاجة متميزة الهدف الاساسي فيها هو اخراج منتج له طابع فني، مش منتج يعني سلعة تتباع، وبالتالي يبقى له قيمة فنية تحترم، وانا ببذل مجهود كبير في ان انا احاول ان انا اخلي الحاجة اللي انا بعملها دي مبنية كويس جدا بحيث انها تعيش وقت طويل وتورث من جيل لجيل، وفي نفس الوقت انها تكون مدروسة كويس ان تؤدي الوظيفة بتاعتها بشكل مظبوط، فيبقى نوع من انواع الاب سايكلينج لاساس او الاساس فني او لفن له وظيفة. طيب كلمنا كده عن الورشة عالم دكتور شهير، يعني هي ورشة مختلفة، كلمنا كده عن الأدوات اللي بتستخدمها، مختلفة عن الأدوات النجارة العادية ولا لا؟ الحقيقة أنا في الشغل بتاعي يعني ما بستخدمش أدوات غريبة ولا معقدة، لكن في شوية أدوات معينة بحتاج أستخدمها، لكن هي الفكرة كلها في أن التقنيات اللي أنا بستخدمها في الشغل مختلفة تماما عن التقنيات المعتادة في النجارة التقليدية، وده سببه ان الخشب ما فيهوش خشبة شبه التانية، وما فيهوش اي يعني معظم خشب المراكب ده ما فيهوش اي خطوط مستقيمة حقيقية ولا تخانات ثابتة، وبالتالي التقنيات التقليدية بتاعت النجارة ما بتنفعش في الشغل اللي انا بعمله، فيه جزء كبير منه برضو عامل زي الريستوريشن اللي هو الترميم، اكني برمم الخشب ده وبعالج العيوب والحاجات اللي فيه، وبدور على طرق كرياتيف في ان انا استخدم حاجات فيها حتت مكسورة او اشكالها مش اشكال ولا ابعاد عادية، وازاي اوظف كل الخشب ده في حاجة في الاخر شكلها حلو وفي نفس الوقت مظبوطة. يعني حبك للموسيقى بدأ مؤخرا ولا برضو كانت هواية قديمة عندك؟ لا، حبي للموسيقى يعني موجود من زمان، أنا كنت بعمل دي جيينج من أوائل التسعينات، وده بالراحة كده شوية شوية دخلني في عالم الإلكترونيك ميوزك برودكشن، التوزيع الموسيقي الإلكتروني، وأنا يعني من حوالي 6 5 سنين انغمست في العالم ده بطريقة جامدة جدا، وده كان زي متنفس تاني ليا للكرياتيفيتي اللي عندي اللي عايزه تطلع باشكال مختلفه، يخلي ان الحياه يعني يبقى فيها تنوع، فالواحد ما يحصلوش ركود في الحاجه اللي هو بيعملها، ويبقى عنده دايما حاجه تديله اثاره وافاق جديده يروح لها.
الأدوات المستخدمة في الميوزك هي مختلفة شوية عن تأليف العادي للموسيقى. انا في عالم المزيكا اتجهت لعالم الالكترونيات الانالوج بيسموه، اللي هو كله اجهزه حقيقيه مش مزيكا بتتعمل بالكمبيوتر، وبالتالي كان لازم ادرس شويه الاجهزه دي بتشتغل ازاي والخلفيه العلميه بتاعتها. لكن الاجهزه دي بتدي اصوات يعني لها دفء معين ما بيطلعوش الكمبيوتر، فعشان كده انا انجذبت اليها وقضيت وقت كبير ان انا بحاول استخدم الاجهزه دي لانتاج الموسيقى وتوصيلها ببعض بطرق مختلفه لانتاج الاصوات المختلفه وانتاج اصوات مميزه عن طريق الساوند ديزاين، ان هو ازاي نتحكم في المعايير المختلفه بتاعت الصوت عشان نطلع صوت محدد قوي مختلف عن الاصوات اللي دارجه في الاستخدام. الشباب بيكونوا مجبرين على اتجاه معين أو مهنة معينة، تنصح الشباب بإيه؟ إزاي برضو ظروف المعيشة بتكون صعبة في بعض الأحيان، فتنصح الشباب بإيه بحيث إن هم يحققوا ذاتهم ويحققوا اللي هم بيحلموا بيه في نفس الوقت يكونوا كارير مميز ليهم؟ انصح الشباب ان هم يحلموا كتير، لان اي حاجه في يعني حاصله في الحقيقه كانت في يوم من الايام حلم، فاحنا لازم نحلم، لكن الحلم لوحده ما بيوصلش لاي حاجه، يعني لازم الحلم يبقى معاه شغل كتير، وكل ما الواحد مشي ورا قلبه وورا تفكيره وورا حقيقته ودور على حقيقته وعمل الحاجه اللي بيحبها هيكون متميز فيها وهينجح، وحتى لو الحاجة دي محتاجة شغل ومجهود كتير هو هيبقى بالنسبة له حاجة مش متعبة، لأن هو ده الحاجة اللي هو بيحبها. فالواحد يحلم لكن لازم يشتغل جامد، لأن مفيش حاجة بتيجي من غير شغل كتير. دكتور شير لسه بيمارس الطب؟ أنا بمارس الطب بصفة ودية مع الأهل والأقارب والجيران والمحتاجين، وبحاول ان انا يعني استفيد من العلم اللي انا اتعلمته باكبر قدر ممكن. حضرتك كنت متفوق في دراسة الطب وحصلت على درجة الماجستير. انا كنت طالب متفوق في المدرسة وفي الكلية، وكنت من الاوائل في الكلية، وكنت متعين في وظيفة جامعية واستقلت منها وسافرت انجلترا عملت المعادلة واشتغلت هناك، ورجعت مصر عملت الماجستير وحصلت على الماجستير بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، وكنت يعني دكتور شاطر في السوق وعندي قبول مع العيانين ومستواي العلمي كويس، لكن انا ما كنتش مبسوط الحقيقة في الحياة العملية بتاعت الدكتور، لكن كان يعني لو كنت كملت كدكتور متهيألي ان انا كنت هبقى دكتور ناجح. طيب الخطوة الجاية لدكتور شهير هتكون ايه؟ الخطوة الجاية هي ان انا احاول ان انا اكون متميز ومتخصص جدا في اللي انا بعمله، سواء في الخشب او في المزيكا، ان انا يعني ابقى اخش في عالم الاحتراف او يعني البروفيشناليزم، ان انا بعمل حاجة بطريقة فيها احتراف شديد. فانا بحاول ان انا اشتغل على الجودة بتاعت الحاجة اللي انا بعملها، ان انا في بحث مستمر على التطوير وتحسين الجودة بتاعت الحاجة اللي انا بعملها. دكتور شهير احنا بنشكرك شكرا جزيلا، شكرا قوي. كنت معكم في هذه التغطية مع دكتور شهير ماجد موريس من داخل منزله والورشة الخاصة بالدكتور شهير. شكرا. بقى داخل على 10 سنين. يا نهار ابيض. في ناس بيعجبها النوع ده من الفرنتشر وبتطلب حاجات مخصوص. في ناس طبعا، مش كل الناس بتقدر تتذوقه بالزبط. عشان شكله القديم. لكن الناس اللي بتحب الخشب وبتحب النوع ده من الفرنتشر اللي له طابع قديم وله تاريخ وله رونق خاص بيه يونيك جدا،